لو بتلمح يعني ان راغب يكون عمل كده فده مش منطقي. اصل ازاي يعمل كده وهو عارف انها حامل في ابنه؟ الا لو كان لسه ما يعرفش يا متر. يعني كلها سيادتك استنتاجات، مجرد استنتاجات، ومفيش اي دليل يعتمد عليه الاتهام ده. مرانيا، امال مين اللي قتله؟ ما اعرفش، بس مش انا. امرنا نحن صفوة محمود بسيوني وكيل نيابة شمال القاهرة بحبس المتهمة رانيا خطاب بدر الدين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى الترديد في الميعاد.